إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أيها الأحبة، أبو عليه الصلاة والسلام حوت المام يا حديثك: من بات آمنا في سربه، أي في أهله، وفكر نبكو أهذا أهل كيس يقوم كيس يقول كيس نحذر أمن عقد يا هستا، مد غداء يا هستا، مد نور رياض أردن هستا، الأمن في كل الجوانب. من بات آمنا في سربي معافى في جسدي، عافى ما الغبا أمسه آن مرض يحمون ثان دريمه عنده قوت يومي ما توح عنا هستا، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نبو عليه الصلاة والسلام حتى المام يكاوح لغسة أوروريا أدون كدمانت. والمسلمين اليوم في العالم كله وغريب غربة، يعيشون في غربة، في أمنهم، في غذائهم، في كل شيء. والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول كما يرويه الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. النبي عليه الصلاة والسلام حوت المام يا إسلام لماذا بداية دي سيامة بلو قيدين أي هاي محي غربة سلمين غريب وحي كوها وطن كودي في مكة في وطنه من الأسلي. قال لما تالي مسلمين تنا غريبة يا هاي وحن نبغو التلمام عليه الصلاة والسلام وسيعود غريبا. سلام نمادو إنه مرضا بغريب نغندو أنكو. والغربة أن لا تجد مشاكلا ولا نذيرا ولا عونا. مسلمين تمام تنمو لنا وعلى هذا المنوال مهل أيام وحوحي رميسيين وقرقارة وحطاقارة وحويه وحبه مهلية. هذا سؤال سويدين تلو حيطهين: كيف أزال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغربة الأولى؟ أي طريق بو أمره سيدو الزولي نبغ عليه الصلاة والسلام غربة دي غري نبغ عليه الصلاة والسلام كان يتعبد لربه وحده في غار حراء، انصحب عن الدنيا كلها وما فيها
فأنزل الله عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أول آيات وأول سورة كسوة النبي عليه الصلاة والسلام وهي هاي آياتك سيد النبي عليه الصلاة والسلام قلنا في بيئة لا تقدر العلم ولا الأهل بيانا قول الله يقول يا إلهي سبحانه وتعالى وحكب الأرض اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قضية العلم كانت بداية الدعوة، والنبي عليه الصلاة والسلام بلا غوا مسألة العلم. ثاني الأمر إلهي وحك سادتي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فهجر ولا تمنن تستكثر. وآيات كلها بعد القرآن كالسودقة أما الصورة الثانية التي نزلت على محمد عليه الصلاة والسلام يا أيها المدثر قم فأنذر أي أقبل التحدي، كان لوحده لم يكن معه لا اقتصاد ولا دولة ولا جيش ولا أي شيء، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يغير هذه الدنيا كلها بمحمد عليه الصلاة والسلام، ولم يكن معه لا اقتصاد ولا دولة ولا جيش ولا أي شيء، إنما كان معه الدعوة يا أيها المدثر قم فأنذر. إلهي حكولي يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام كاستوضو بيو كعودك قم فأنذر وربك فكبر. ربي قال وينيه الله سبحانه وتعالى عذبه وربك فكبر وثيابك فطهر، الثياب الخارجي ومعه القلب والداخل كله، طهر قلبك عن النجاسات وثيابك عن النجاسات كلها، لأن طهارة القلب يقول المولى في كتابه إنما المشركون نجس، فهناك نجاسة معنوية وهناك نجاسة حسية. الله يقول وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فهجر. إلهي النبي عليه الصلاة والسلام حفرية الرجس كله إنك روح حماها أردن وهجرة قلبية، كان يعيش في مجتمعه، في مجتمعه الكافر، والله يقول له والرجس فهجر قربا إلى هيري سبحانه وتعالى وحي كبور حما هطلقا كبور بإلى هيري برشد أطلال نوشعي حما هذا كبور بالله المامي يا نبي عليه الصلاة والسلام. إلهي مكوة المامي والرجس فهجر وحلو أبوه دبقبي ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. نبي الدعوة بحنية لكن لا أسألكم عليه من أجر أجري إلا على الله، كان هذا سمة الأنبياء كلهم، ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله، ولا تمن تستكثر أي لا تعطي حب حن وحق الله ليسن أدقوا الرغم حي الاستكثار أدقوا بطسانية إلهي دتك أوية أدن وحك لك الدوريني أدن مقعي ماموسي سلطاني مالي وحبتون الرادريني هذا طريق مرتنع وطريق شاق ليس سهلا ولا ميسرا. فالله يقول ولربك فاصبر. إلهي سبحانه وتعالى جدي سانة كصبر بليل. والصورة الثالثة كما يقوله العلماء التي نزلت على محمد عليه الصلاة والسلام هي يا أيها المزمل قم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا. إله سبحانه وتعالى وحوت المامية نبي محمد عليه الصلاة والسلام، ما هو الزاد الذي يأخذه الداعي إلى الله سبحانه وتعالى كي يقبل التحدي أمام المجتمع الكافر؟ يقول المولى: يا أيها المزمل واكس طوبى يوم إلهيه، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. هبيك أنت بدنك نسكي أما الثلثكي أما الثلثين كعبالك إلهي كتابك سأخذ ناشئة الليل هبينك إن لستاغه أيا صغتان بدن با إلهي سبحانه وتعالى. إذا هناك قضايا ثلاثة، الأولى هي قضية العلم، والثانية هي قضية الدعوة، والثالثة هي قضية الزاد النفسي، العبادة والتعلق بالله سبحانه وتعالى. أدينا رمينا إن أضم الله ما كان تشالنجز كينا هستا تحديات كان رمينا غربة كنو شيء غربة سوحي تلمامسة هاريهنا دمان توت وحقوة غارن وحان دين رمي سنين وحان دين رعس سنين. لكن نبي محمد عليه الصلاة والسلام هي سحابة ديش غربة بتغيير في قصة مين وحصبب وها مسائل كإلهي وغوتي الماما يا أه إنا وحبرتان أه إنا منعزلين عن المجتمع نقول إنا أهل الدعوة نقضان ده دينية مبادئ فافنية ويقفك بنا أدم كاي لا بد أن يتأثر إما أن يؤثروك وإما أن تؤثره. إنا منعزل عن المجتمع صابحي سدرات يدبا إلهي وبلاي سبحانه وتعالى الدك وددك الدين تقارسي دمانتو وحق الله تلمامي دقنين تعاد وضو إنا يبا أنت إزاد نبي موسى عليه الصلاة والسلام إيو نبي الله هارون فرعون بالله ما كان هذا وعبصرنا إلهي وحقول ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى. فرعون تقال إلى طاغية وكاسد عيدا هي الجيش هي وحبته أنما يوذني النقارة هي وحبته أنا ربي وحكوين ولا تنيا في ذكري أنا يحسك يقول هكذا لنا بأي لهي سبحانه وتعالى وحوضة تنحن وغضو إن ربي قحسك أوي نيسي. أيها الأحبة، هذا الإسلام الذي نحن فيه الآن بلغنا بجثة أهلي لم يصلنا إن قمسوا قاري يضفروا لقسيده الرقم أولدتي وقاريودي مبدأ أسقاطي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إلهي وحكمة المامين الرجال هاي الرجال يحبون أن يتطهروا هاي الرجولة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى إلهي قراك مرقس فيني الذكي وحنفعي النافعين في هذه الدنيا وحيلهي قص فيني إليهين رجال صفات ودوكايهي. إذا نحن نوبهن إلى نتحدق أقبله لكن الذين ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا دقم كي هالجمان نرشوا هالجمين قيموا للي يا إسلام لماذا يدينتوا يا إلالتوا. لكن ما كان ضحاكوها شو وراطه عن الآباء والأجداد مركوا إياهي إلهي غربنا إسرائيل هو حتى المام يقوى كتاب كرد حلي ويأخذون عرضا هذا الأدنى قاضنا إياه نرشى وحيدا صحيح وكل واضي سيغفر لنا ويأتيهم عرض مثله هذه عرض غباضي ما دنا يأخذوه إلى حتى المام. إذا انتدكوا إسلام قلوا ضيع معه أما مبادئ وحي ضيع عنها ضد حلي مركي ما دنا ينديك ينفطر أوهر تدانو ديمانين تدانو اكتو تيما بارقو لحيني ما في يمادان مبادئ دمركا صدو وطيعانتا. فخلف من بعدهم خلف
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلغون غيا. انت إلهي في سورة مريم كور رمي الأنبياء أولئك الذين أنعم الله عليهم. انت إلهي كوك صور رمي نبي إدريس نبي إسماعيل نبي نبي إبراهيم نبي موسى نبي هارون أنبياء انت إلهي كور رمي أي وحلين. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة وحكى دبي جروب كور صلاة ضيعي واتبعوا الشهوات فسوف يلغون غير. أيها الأحبة غربة إن كنا الله هدين ربنا إن نبدل له وهدين مبادئ سيدة بوقارنا وهدين أقبل له الغربة الأولى وحياء كبدل أنتي إن كنت سكوطة إن كبدل له هديك له وإن طريقة سمرين وحين نهلي نوام حي والتسيب إيه سيبش إيه ملا إيه إن مالو البع على علون دعنا برد بالو ماي عبور بالو ماي وضيالو ماي حبلالو ماي تنبالو ماي هذا تشالج كأخبري ويدو إنت اللون طيبة كبيرة دون إلهي الله طوبت كأنه ودو مدفع لويدس الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. يقول المولى في محكم تنزيله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أيها الأحبة سلام نمد إلى قوة بيوبانت يا يحيى خذ الكتابة بقوة أي بجدية ومباهنين أن نغنقون بقولها عليه الصلاة والسلام لتطبعن سنن من كان قبلكم أو سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا يا رسول الله من اليهود والنصارى؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم فمن والحديث في الصحيحين. أبو عليه الصلاة والسلام حتى المامية بلشدة ضمبة إرونطة يضع مسلمين تأي حوغيستين وتغيير سمايين والعالم كله حوالي 50 سنة يكتليين أيها الذين أبو حتى المامية لتتبعن سنن من كان قبلكم كويني كايدي كوريي جيتكو ديبا ماري دونتا يعني دادبا كدعي دونا وان تغيير حميلي دوني اما ان اسبدل سمعين دوني وقطة يندونا باليلي قوة قالي ولبا نبو عليه الصلاة والسلام مثال قبي لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. يعني نبو عليه الصلاة والسلام حتى المامية أضب أي الورم الصغير هدي أي قران قد مسلو قلي ما مسع قلي وأي شيء في جحر ضب من فائدة يعني هو مثال على تصال لين وسري المستحيل إنسان مجعلة قد مسلو قلي وقلو أي قد مسلو قلي وحكم الجراء. هذا أنا نبغى حتى المامي عليه الصلاة والسلام إن بعد إذا كم إذا يتعلان دونا هدا يقول مثل لغالي قلار إذا كتب قلار. ولذلك إما أن نقبل التحدي ونغير أنفسنا وغيرنا وإما أن نكون ممن قال عنهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم
kuwa duul isona kaysiiya iyagu ka mid yahayu nabigu uri calayhi salaatu wasalaam allahuma arina alxaqa xaqa warzuqna atibaax warina albaaila baaila warzuqna ijtinaaba allahuma arina alxaqa xaqa warzuqna atibaaca وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اعز الاسلام واهله اللهم اعز الاسلام واهله اللهم اعز الاسلام واهله وانصر المستضعفين يا رحمن يا رحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وأقم الصلاة